اهلا وسهلا بيكم. ان شاء الله هنعمل مراجعه سريعه عن النهايات علشان نلحق نذاكر، ويا ريت يا جماعه تتابعوا وتعملوا نفسكم جدول كويس علشان تقدروا تلموا المنهج معاكم وان شاء الله تخشوا الامتحانات موفقين باذن الله. جزء الرياضه جزء مهم جدا، محتاجين ان احنا نذاكره بفهم مش بحفظ. طيب اول مثال معايا في حل النهايات هو بيقول لك لما نهايه س تؤول الى 3 س تربيع زائد 1 على س زائد 2. انا شايف هنا ان الموضوع مش محتاج ان احنا نحلل المعادله اللي معانا، شايف هنا ان احنا ممكن نعوض على طول. يبقى حاجه دي حاجه اسمها التعويض المباشر، ان انا باخد اي حاجه فيها س بحط مكانها 3، يعني س تربيع زائد 1 هتبقى 3 تربيع زائد 1 على س زائد 2، مش هتبقى س زائد 2، هنشيل الس وهنحط 3. تبقى معانا فوق س تربيع ب9 زائد 1 على 3 زائد 2، هيديك قيمه في الاخر بتساوي 2. طيب تعال ناخد مثال كمان بالتعويض المباشر، بيقول لك لما نهايه س تؤول الى 1، 2 س تربيع زائد 2 على 3 س زائد 1. كده دي مساله النهايه اللي معايا. على فكره مسائل النهايات ديت معاك في كليه هندسه برضو، لو ربنا وفقك ودخلت هندسه، ولو دخلت معهد فن صناعي هتلاقيها برضو في منهج الرياضه، فركز والموضوع حاول تاخده في فهم. طيب انا شايف برضو ان المساله دي ممكن نحلها بالتعويض المباشر. التعويض المباشر هنا ان انا هشيل اي حاجه فيها س واحط مكانها 1 زي المساله اللي فاتت بالظبط، وركز معايا على الشاشه هتلاقي الحل قدامك بيتكتب قدامك وان شاء الله هيبقى موفق ليك باذن الله. ده كده اول حاجه بالتعويض المباشر. طيب عندي مساله كمان بتقول لما نهايه س تؤول الى 3 س تربيع ناقص 9 على س ناقص 3. طيب ركز معايا على الشاشه كده، بنقول ان س تربيع ناقص 9 على س ناقص 3. بص فوق كده هتلاقي س تربيع ناقص 9، اذا ده فرق ما بين مربعين، وده شرحناه في الحلقه اللي فاتت، لو حبيت ترجع لها هحط لك اللينك تحت. طيب س تربيع ناقص 9 قلنا ان هو فرق ما بين مربعين، معنى الكلام ده ايه؟ هيبقى عندي قوسين فوق، قوس في س ناقص 3 وقوس في س زائد 3 على س ناقص 3. طيب تعال نركز كده، ده فوق في س ناقص 3 وتحت في س ناقص 3، اذا الاثنين هيطيروا مع بعض، اذا مش هيتبقى عندي غير المربع س زائد 3، واخد الثلاثه اللي مكان السين، او بيقول لك مش هو بيقول لك س تقول الى 3، فهناخد الثلاثه ديت هنعوضها نحطها مكان السين، اذا بقت عندي س زائد 3 بتساوي 3 زائد 3 بتساوي 6، اذا هو ده الحل بتاعنا. طيب تعالى بقى ناخد مساله فيها تحليل مقدار ثلاثي. طيب بتقول ايه المساله؟ لما بيقول لك نهايه س تقول الى 2 س تربيع ناقص 5 س زائد 6 على س تربيع ناقص 4. قال لك ده في تحليل مقدار ثلاثي وتحليل فرق ما بين مربعين. طيب ناخد الجزء اللي فوق، هنفتح قوسين س وس، وهبص على اشاره الايه؟ الاخير. اشاره الاخير بتقول موجب. طيب كام في كام؟ طيب كام في كام يديني 6، وفي الاخر يديني مجموعي 5. 2 في 3 ب6، 2 في 3 ب6. طيب احنا قلنا الاشاره الاخيره ايه؟ موجب. اذا الاقواس هترجع لمنتصف او الحد اللي في النص المعادله، الحد اللي في نص المعادله سالب، معنى كده ان الاقواس هتبقى كلها سالب، يعني هتبقى س ناقص 2، افتح قوس كمان س ناقص 3. بعد كده معانا المعادله س تربيع ناقص 4، هنفتح لها قوسين برضو هتبقى س ناقص 2 وس زائد 2. طيب هبص كده هلاقي س ناقص 2 فوق وهلاقي س ناقص 2 تحت، هيطيروا مع بعض، مركز معايا على الشاشه هيطيروا مع بعض. طيب هبص هيتبقى لي ان س ناقص 3 على س زائد 2، بروح اجيب القيمه اللي كانت مع النهايه فوق بتقول س تؤول الى 2، هروح شايل كل س احط مكانها 2 وهعوض واقسم مع في الاخر، وهيطلع لي القيمه بتساوي ماينس 1 على 4.
طيب ده كده لما حلينا مقدار ثلاثي وبعد كده حللنا فرق ما بين مربعين. طيب تعال نشوف المثال كمان. بيقول لما نهاية س تقول افتح قوس س تربيع ناقص واحد على س ناقص واحد، ركز، زائد في مقدار ثلاثي فوق بيقول س تربيع زائد 2 س ناقص 3 على س ناقص واحد. الكلام ده ان شاء الله هيظهر دلوقتي عندك على الشاشة عشان تقدر تركز معايا وانا بتكلم. طيب الحل ايه؟ اول حاجة انا مش هشرح لك الحل كله، انا هشرح لك النقاط بتاعة التحليل وانت جرب بالورقة والقلم وهديك النتيجة في الاخر وهتلاقي ان شاء الله نتيجتك صح. طيب اول حاجة عندي في القوس الاولاني بيقول لك ان س تربيع ناقص واحد على س ناقص واحد. طيب احنا هنا ممكن نعوض تعويض مباشر على فكرة، مش هيحصل اي حاجة، ولكن احنا هنمشيها بالتحليل، عايزين نفهم الراجل اللي بيصحح لنا ان احنا فاهمين بنعمل ايه. طيب س تربيع ناقص واحد ده تحليل فرق ما بين مربعين، كوس بسين ناقص واحد وكوس بسين زائد واحد على سين ناقص واحد، هنطير، وانت فاهم يعني ايه هنطير، شرحتها، زائد سين تربيع بقى طبعا المقدار الثلاثي هنحلله هيبقى قوسين. هنبص الحد الاخير اشارته ايه؟ الحد الاخير اشارته سالب، اذا المربعين هيبقى مربع بالسالب ومربع بالموجب. احنا اتفقنا لما في المقدار الثلاثي ببص على المقدار الاخير او الحد الاخير لو اشارته موجب هبص لاشاره المقدار اللي في النص هشوفه، لو سالب يبقى المربعين سالب، لو موجب هيبقى المربعين موجب. طب لو لقينا الحد الاخير سالب بيبقى مربع سالب ومربع موجب. طب تعالى نبص كده هنشوف الكلام ده صح ولا غلط، احنا شرحناه قبل كده ولكن هنقوله تاني. طيب قال لك ان س تربيع زائد 2 س ناقص 3 تحليلها عامل ازاي؟ احنا اتفقنا هيبقى قوسين س كوز بالموجب وكوز بالسالب. طيب كم في كم يديني 3؟ هتقول 1 في 3. طب تعالى نجرب كده نحط الـ والكبير هياخد اشاره السالب، يعني هيبقى كوز س ناقص 3 في كوز س ناقص 1. تعالى نضربهم في بعض هيديني نفس القيمه، وتعالى نجمعهم مع بعض هيديني نفس القيمه اللي في النص. طيب في الاخر هنعمل هنطير الاقواس مع بعضها وهنعوض برقم واحد هيطلع لي النتيجه في الاخر 6. انا بقرا المسائل من هنا وبشرح قدامك على العموم، ربنا يوفقنا ان شاء الله. طيب تعالى نشوف مساله بقى فيها بتقول ايه بقى؟ نهايه س لما تقول ل 8 س ناقص 8 على س تربيع ناقص 64. طيب تحت لقينا فرق ما بين مربعين، فرق ما بين مربعين هنبقى عبارة عن كوسين، الكوس في س كوس بالسالب وكوس بالموجب هيبقى س ناقص 8 والكوس بس زائد 8. هنطير ده، هنطير الكوس اللي تحت مع الكوس اللي فوق هيتفضل لي 1 على كوس، هيبقى النتيجة في الآخر لما تيجي تعوض يبقى 1 على 16. وهحل معاكم مسائل تانية.